السلام عليكم، حياكم الله في أول مرة. سمعتوا المثل اللي يقول العمر مجرد رقم؟ نعم، بعد هذه الحلقة لازم تقتنعون بأنه مجرد رقم، لأن ضيفنا في حالة شباب متجددة. وشفتوا الشخص العزيز اللي يبتعد سنوات طويلة، يوم ترجعون تتلاقون كأنكم ما ابتعدتوا ومتلاقين البارحة. هذا بالضبط شعوري مع ضيفنا اليوم، نتابع. وانا بعد هذا نفس شعوري يا ابراهيم، تصدق يوم شفت ضيفنا اكتشفت ان كل اغاني ما زالت حاضره في ذهني، واتوقع كل اللي عاش واستمتع باعمال ضيفنا ما يقدر ينسى البهجه اللي كنا نحس بها في اغاني. كانت طاقه ايجابيه بالنسبه لنا. طريقته المختلفه في العمل ساعدته على انه يطلع اغنيه تحس انها تيبيكال هو، وإنها من منطقته الفنية الخاصة. والله اشتقنا له واشتقنا لسوالفه وصوته. حي الله فناننا خالد بن حسين. فناننا خالد بن حسين اللي اشتقنا له وايد، راح أسألك أسئلة سريعة قبل ما ننتقل للحوار المفصل. جاهز؟ جاهزة. ذاكرة حاضرة؟ لا وين الذاكرة تلش. لا لا عظيم. بس أول فريج الزهايمر قاعد يهوش لي. لا 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 لا، الله يقول. أول فريج؟ أول فريج بالمنطقة العمرية. أول مدرسة؟ أول مدرسة؟ ايه؟ شملان بن علي. أول صديق طفولة؟ محمد الملة. أول آلة تعزف عليها؟ العود وكسرته. أول أجر في حفلة؟ 180 دينار. أول أغنية؟ مع فرقة. أول أغنية لك تسجلها في استوديو شو كان اسمها خاصة لك؟ البارحة. أول حفلة خارج الكويت وين كانت؟ بحرين. أول سيارة تسوقها شو كانت؟ هوندا. أول سفرة لك بالمطلق وين كانت؟ أول سفرة؟ إيه، أول مرة تركب طيارة يعني. أثينا. أول مرة تصوم كم كان عمرك؟ رمضان اللي فات. لا لا كنت بقول اذا تصوم. لا لا والله ما ادري، بس ان يعني كنا هم شيطانتنا موجوده، بس عاد اي سنه ما يعني بال اخر ثمانينات يعني خلاص قبل انتش التسعينات يعني خلاص عقلت يعني قمت اصوم يعني. انزين، حياك الله ويانا، حييك، نورتنا في الاستوديو. يطول عمرك، وحشتنا وايد 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 وايد. يمكن انت ما طلعت على قنوات دبي اكثر من كم سنه. اي وايد وايد، مثل ما قلت وايد 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 من زمان والله. وانا حيل مشتاق لكم، وانا حيل سعيد ان حين اكون موجود هني ونسوي ابديت على الذكريات كلها. احنا اسعد، وانت ما تدري احنا من بدينا اجراءات الحلقه كل حد يقول لي صدق بي خالد حسين، صدق كل حد يسالني. الساعة المباركة. اي انا تدري ان كل ما اصادف ناس الله انا عندي لك مع صوره صغيره، ويطلع لي بعدين الصوره الصغيره ويطلعوا لي الصوره الكبيره. هذا شيء يسعدني، استانس عليه. انا حسبالي من الناس يضيق خلقي. زين. لا لا لا، الحمد لله انا يعني متاقلم على هالموضوع. خلونا نشوف اول ما طلع خالد بن حسين ليسن. ما ادري اذا هذه كانت الهوندا. هذه كانت الهوندا. لا هذه بايقها انا. قبل هذه طلعت ليسن، وراها باسبوع عطوني السياره. هذه بي ام بايقها من سياره اخوي. على فكره ما شاء الله جيلكم كان يحب البوق. كل حد يقول لي انا بايق سياره. اي والله انا ماخذ سياره اخوي ورايح وين فقير، والله رايح الفريج الثاني، بس عشان ابي اكشخ يعني. ترى انا السياره وصاب. زين، ليش تصفط مواقف لوادم؟ لا صافط مواقف لوادم. نجحت من اول مره، من اول تراي. اي لا لا، احنا شوف دائما الشباب تنجح. ليش؟ لان قبل ليسن ثلاث اربع سنين انت يعني تقريبا فورمولا 1 داش تسوقك. اي والله، فعادي عندنا. انت كنت رياضي بعد تلعب يد؟ انا حارس مرمى. حارس مرمى في النادي. النادي القادسيه. النادي القادسيه. ايه، تقريبا دشيت 83. انا مو متاكد يعني، هل انت كنت فعلا تلعب ولا كنت في النادي تسوي شيء ثاني؟ اي هذه طبعا انا شلت الصوت، الاغنيه ما تنحط ابدا. ما تنحط الاغنيه لوعه على فكره، فنحاول نعدي البارت. هذه باكر مباراه النهائي يعني، عرفت الاداريين اللي بيطلعونك من الجو وانه تصير عادي. يوم غنيت الأغنية دخلنا بكآبة. لازم. الأغنية كانت ضيم. بس أنت كنت في، يمكن وايد ناس يمكن ما يعرفون المعلومة أو يعرفونها لأول مرة. إذا زين أقولها، إذا مو زين. لا لا زينة طبعاً. أنك أنت كنت في فرقة. إيه. أول ما بديتوا فرقة شباب.
وكنت تعزف الدرامز. شوف كنت درامر يعني. كنت لا بس عندي وظائف ثانية. ها؟ كنت درامر، كنت أشيل الآلات. زين. كنت أسوق الهافلو يعني الفان، لأن أنا اللي كان عندي ليسن. ما شاء الله قائد الفرقة. تخيل. زين. إيه ولا وصار لي كذا موقف من الفان مع ناس يعني تهاوشت معهم بالشارع. يوم رحت الحفلة لقيته هو صاحب. تخيل. إيه والله. فأنا أغني وراسي ورا. قصة الوجه بس. أغني وطالع سجارة طالع شنو أنا. قلت الحين أنا مو عشان كذي، قلت خلي يعطينا فلوس ناخذ الحفلة لا نروح فيها. هذا الحكي تقريبا يمكن 88. شوف إني بضمير والله من عرق جبينك يعني. والله العظيم شو اسمه. كان زين كان زين. ده ايش صاير سوى فينا وديع هني؟ ده ايش سوى فينا؟ ها؟ كل حفلة نطلع مبلغ. اسمه وديع، هو الله يذكره بالخير، وديع البدور. أقول له ها فلوس؟ يقول له نخش الفلوس عشان نشتري آلات زيادة. أوكي. يتوسع يعني. هذه حولة حفلة. الثانية لا الحين شفت الفلوس اللي فاتت احنا زدنا عليهم عشان نزي. اوكي. الثالثة الرابعة زين متى تعطينا فلوسنا؟ بس لك سؤال، انت كنت تسوي شيء ثاني غير الفن؟ يعني شو اول وظيفة لك ولا؟ اي اشتغلت انا كنت موظف. كنت شؤون موظفين. اي كنت موظف الى جانب عملك في الفن. اي كنت. كيف كنت توفق؟ لان وزارة الاعلام شوية سلس الدوام يعني مش وبعدين عاد يوم شهرت يعني قام يعني في تقدير في مثل دوامات انت تحددها متى تروح يعني. نعم. يعني تروح الظهر تي العصر تروح كذا. بس اما معهد موسيقى كنت انا دشيت هناك بعد بكمل اسبوع واحد كان يطردون يعني. ليش؟ اروح لهم نايم جاي من عرس جاي من سفره ما دام شغال بعد ليش الدراسه؟ ها؟ ليش الشهاده؟ ليش تبغيها الشهاده اذا انت شغال؟ حاز هني داشه بس يعني يدوب انا كسلان على فكره. ها. انا اوه كل هالنشاط اللي شفناه وكسلان. لا والله كسلان انا تدري ما اخذ ثانويه يعني على قولت بعد 14 سنه اخذنا ثانوي 50% ادري النسبه. اي والله العظيم. فطالع بطق عصي يعني طالع يعني بزفه يعني زفه معرس مطلعين الثانويه. مو بلازم الواحد يكون في المدرسه يعني مو بالمدرسه تحكم على شطاره الانسان. لا يعني طبعا انت نجحت مهنيا. طبعا مهنيا الحمد لله ناجح، دراسيا انا يعني فاشل. اول مره تغني امام جمهور على مسرح لايف متى وين وتستحضر هذه اللحظه او لا؟ هذه يا طول العمر كانت حفله حق خالد الشيخ. كنا عبد الله الرويشد او نبيل قبل 87 فندق ريجنسي. وكنت من الضيوف يعني من مع يعني من الناس اللي داشين الحفله بالتيكت يعني. فمن اللي بيغني من اللي بيغني من تعال تعال. فصعدت المسرح اول ما يعني مسكت الميكروفون اسمعهم يبون فنان ثاني يلا متى فلان فلان ويسمع ضحك وتطنز. طبعا صامد انا ماسك ميكروفون تبي نخليه ماكو اي احساس نو فيلينج اللي يعني يقولون اللي يقولون انا ماسك ميكروفون ما راح اهده الميكروفون ما راح اهده طبعا ما اي كان يقول الحين المقدم هم قط علي كم قطه طبعا انا قاعد ويقطون علي يقطون لان انا خلاص انت الحين ملك المسرح طبعا قطون قطوا علي قط لين قالوا بس المهم كان امسك كان اغني ما ادري اي اغنيه يا ربي غنيت كان اغني والله يا ابراهيم وكانوا شفت الصوت هذا اول ما غنيت ويسمعون يسمعون يسمعون انا هني انا فيني طبع يرعى ما اهاب المسرح حتى يوم كنت صغير ما اخاف خلصت الاغنيه واشوف الصاله كلها تصفيق الله كان في حتى الغرفه مالت الفنانين كانت بيي اخر شيء اطلعوا فتحوا الباب يطالعون من قاعد يغني الخطر قادم اي الحمد لله يا رب بعدين صرت معاهم كل الحفلات العالم اللي افترينا كله كنت اللهم لك الحمد انا معاهم عنصر اساسي يعني اللهم لك الحمد راح اتوقف مع فاصل ثم نعود نستكمل حوارنا مع فناننا اليوم وحبيبنا الاستاذ خالد بن حسين خلكم ويانا باكر يا خلي يوم نعود
هذا الكليب دراكولا. ماكو اي يعني اي هذا حالاته. هذا حالاته ترى. هذا حالاته. ايش حالاته؟ ايش حالاته؟ انت شايف؟ ابغي اعرف فكره منو الكليب هذا؟ دراكولا؟ فكره المخرج؟ دراكولا؟ ايه دراكولا. انا خلصت الاغنيه عشان ابلغ عنها النيابه. لا صدق. لان يعني دخل نزل هيبه دراكولا اساسا. اول شيء هذا نزل هيبه دراكولا. حرام عليك. ماكو دراكولا ابراهيم يطق رقبه. والله حالات الكليب هذا. رجاء ابراهيم ما في دراكولا يطق رقبه. هو طق معنا رقبه. سوى جو البيت. سوى جو بس نزل هيبه دراكولا الحين. اي يعني لو يجي بعض اي حد عادي عنده. اصلا انا كنت اشوف دراكولا يرقص يجول. يقول يجول. دراكولا قاعد زين. قلت له انا سالت المخرج قلت له ليش يرقص؟ كان يقول لا هو رعب يعني كانه يرقص بعدين يعني انه يعضك. قلت له عضوك ان شاء الله. بس والله كل شيء في الكليب جميل والله. حلو. شوف الذكريات هذه. انا اقول له ها متصور بكاميرا سينما والله كان ما يعني بيكون. اي والله شوف انا شوفني اضحك واستانس بس انا هذه الاغنيه تدري شنو انا اغنيها يمكن مرتين بالحفله من كثر ما يحبونها يعني. الذكريات اللي صايره. التصوير بسيط بس اهم شيء انه من الفيديو كليب الخصر. خصر كل ما طالع يعورني قلبي. بعد نفس الشيء. لا ما تخيل. لا 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 لا. هاي يعني ما يبالك الا شويه شفت بس ان شاء الله 18 كيلو ولا انت زينك تصير. لا تمام انت انتهى على القبر. خصر لا خصر كذي خصر. اذا قلت الاغنيه اللي سوتك نجم. اللي يعني ممكن ما ادري ايش اقول لك كنت احبه او يا فهد يعني شوف ايش اقول لك انا على السريع اقول لك يا فهد سري مكنون يا ليل دانا لدان يا ليل دانا ويا ليل دانا لدانا يا فهد سري مكنون وهذه تالتك يا ناسي طحت من عيني وراسي يوه عيني وراسي فيك انا انغشيت وويل رد علي ابراهيم والله فيك انا انغشيت وويل ليتني توعيت وويل صوتي ما ينفع ويلي ويلي ويلا وايد وخوفي من باكر يا خلي وخلوني خلون وما نسيت ما نسيت ما نسيت لو نساني انا حبيبة تقول طحت من عيني هذه وويلا وويلا طحت من عيني ابغى اعرف انت مشهور بقفلاتك ترى لا هذه بالذات الاغنيه هذه قاعد بالاستديو انا قال المهندس الحين بي خلصنا خالد الاغنيه الحين في الفالت نسميه فالت احنا اللي هم يقولون وويلا يقول لي فكر شو انت بتقول يعني انه في تحضر له اي فهو طلع برا قال لي سخن صوتك طلع برا قاعد بالهول برا انا قاعد والله يا ابراهيم وهو قاعد شغال عاد شغاله هني انا قاعد وعندي صاحبي الله يذكره بالخير هاني المراغي قدامي قاعد اضحك اتقشر معاه فهم يقولوا وويلك وراس ما ووي انا اقول له طحت من عيني كان ابي اكل كنا وشغله ما ياب الوجبه انزين انا يعان فقاعد يعني اطفره فقاعد اطفره عشان اقول له طحت من عيني هو ميت من الضحك وهو يروح وويلا وويلا اروح قاعد اضحك وويلا وويلا فيك انغشيت وويلا 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 ابراهيم كل عفوي عفوي دش الاستديو دش المهندس كان يقول لي اطلع قلت له يلا مجيد الله يذكره بخير مجيد ابو عبد الله مجيد دشتي قال لي اطلع قلت له شنو يقول لي سجلت كل شيء هو طاق التسجيل ايوه وطالع. ومسجل كل شيء قلت له لا تكفى يرحم كان يقول لي ما ولو تموت ما راح اعيد وهو قاعد هاني قال ما راح نعيد شيء وفعلا قال لي تعال اسمع يي سمعت ولا والله حلو ايه وسبحان الله عرفت العفويه نعم شيء عجيب زين تعال بسك سؤال اي ابيك تتذكر وعور قلبي انا ابغى اتذكر ترى هاي سلسلة الأغاني
اللي الصواريخ ورا بعض اللي نزلتهم كلهم ايقاع مربع. اي ملك الربع. شو الموضوع؟ مره سالوا مجيد عبد الله الفنان مجيد عبد الله ابو عبد الله، فيقولوا له في مربع ما كذا، فقاعد يتقشمر هو يقول لا مربع خذ الوكيل العام المربع خالد بن حسين استاذنوا منه اول شيء بعدين تعالوا لي. اقول لك اول مره تمثل في المسرح منو اقنعك انك تسويها؟ عبد العزيز حداد. تعرف ايش كثر هذا ياخذ من طاقه الانسان ومن وقته والالتزام؟ اي والله، وكنت اروح عندي حفلات ويي، وكنا نعرض 3 عروض باليوم. تدري شنو الاعصاب اللي مجهود ويعني ترى سعر يعني انا كل الفنانين حفلاتهم غير عن المسرح، مو ذاك اللي يعطيك صح مردوده المادي. برافو عليك، مو نفس الحفله او الحفله تقعد، هذا مجهود ياخذ منك شيء مو طبيعي غير الجمهور اللي بعد الحفله. واو. بس انت ما مثلت، بس انت انتجت. انت وراها استانس على الشغل. انا احب لهال ادري وشفت رده فعلهم. ايه شفت، بس اول مره تنتج شو خلاك تنتج وانت عارف ان المردود مو لين هناك؟ لا اي انك ممثل مو لهناك، بس كانتاج هم يعوضني. ممكن يعوضني اذا انا ما صار نصيب اروح حفله الا انا عندي انتاج. تمام، راح يطلع لي فاصل منعود. اوكي شو تهددني اطلع فاصل؟ مو بنا في ناس واقفين فوق راسي مهدديني. آه اوكي ماشي راح نطلع لفاصل للاسف وراجعين مشاهدينا خلكم ويانا. ونرد مع أول مرة في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم مع فناننا خالد بن حسين، والحين راح نروح لفقرة دقيقة على لسانك. دقيقة على لسانك مع الفنان خالد بن حسين. صح أم خطأ ما زالت الأغنية الخليجية أسيرة منطقة الخليج؟ صح. سلبية الوجود مع شركة إنتاج هي؟ يعني احتكار أعمالك. أول مرة أسوي بلوك لشخص كان بسبب؟ مليق. كروياً كلاعب أنا متميز في؟ صدق أنا لاعب يد، بس أنا متميز بكرة قدم. بس شو الدور؟ بسرعة حارس مرمى. إنزين، عالمياً متأثر بموسيقي معين من؟ موسيقي معين؟ نعم. ما يخطر لي ببال الحين. ما يخلد الأغنية هو؟ لحنها البسيط والكلام الشعبي يعني. أكثر خياط فصل لي بدل اسمه؟ أشتري جاهز. زين، لدى الفنان عمر افتراضي مرتبط بسنه، صح ولا غلط؟ لا. أوكي حلو. هذا كله جاهز؟ هي كله جاهز. معقولة؟ البدل؟ إيه. كله جاهز. لا أنا أركب أنا أشوف إيه سافرت أحب أتفنن يعني خذيت شغلة من هني. إيه. لي مقاقة إني أروح محل ثاني وأنقي شغلة على هذا. ميكس أند ماتش. إي بعدين إذا طلعت ما حد عشان لا حد يغلدني. أول مرة تي دبي متى تتذكر؟ والله من زمان. لا وايد من زمان. وايد والله يعني ما أذكر زمان. والله ما أذكر. إذن شو رأيك نرجع معاك؟ كله تواريخ. هو طحت بواحد ماله شغل بتواريخ. برد وياك 25 سنة ورا. والله. وبنشوف يعني كم الحين عمري 6 سنين. اوكي. خلينا نشوف يوم استاذ خالد بن حسين كان عمره 6 سنين كيف كان شكله وجمهوره ولبسه وكل شيء وأداءه. ترى هذا هني. ها والله صدق؟ ايه. يا سليل الزر يا به النظام، يا سليل الزر يا به النظام، تراني من كبهة قلبي مفتوح، تراني من كبهة قلبي مفتوح. أصوف اللي وسلى سيفه خطأ، أصوف اللي سلى سيفه خطأ، وشفته يا فهد سر مجنون، شفته يا فهد. قولوا قولوا يلا يا ليلى دانا يا ليلى دانا. ها أبو فهد، شو موضوع الابات هاي الطويله الكلارات الطويله؟ اي كنت انا متميز فيها، كان يعني اذا ما يعني جبت سيارتك ما لقيت مصفط ممكن تصفط. ممكن. لا بس وايد وايد كبير. اي وايد انا مرات اطير اذا عندي مشوار بسرعه، فيعني لا بس احبها، احب الغرات الكبيره يعني. انزين
اي وده يطلع شيء بس لا انا ما احب النكد ترى ها انا ما احب النكد اي ادري بس لا تبي ممنوع النكد في البرنامج مبين تبي تنتقم بشيء ما ادري شنو هو بس ناطر اول مره تيك عين اول مره جت حق عيالي انا حاشني اللي انا قاعد في البيت ما احب الطلعه ما يدق علي صحفي ما ارد يدق علي اي احد كله ما اي ترى هاي حالتي ساعات الفنان 4-5 سنين تخيل إيه. وتطول اكثر ساعات بعدين صابوا عيالي عيالي ابراهيم كانوا بالفيديو كليب هم اللي موجودين هم نفسهم يعني نعم. الناس حسبالهم ان هذول يعني جايبهم مثلا ك مودلز او شغله وشنو ما كنت قايل لنا اولادي خايف عليهم ترى مو خايف على نفسي انا خايف عليهم وفعلا صار فيهم شويه التأتأة هذه اللي يعني تأتؤون فيها هم تخيل اللي طلعوا معي بس شوق وفهد الحين ما شاء الله شوق يعني كبروا كلهم ما شاء الله اقول اعمارهم خاف انسدح بعد السنين لا لا تقول زين فهذول اللي كانوا بعدين يعني عالجت فيهم وشري وكذا الحمد لله عالجتهم ورحت لهم عند اخصائي نطق يعني اي تدريب مال معهد كان مثل مستشفى وديت فهد وديت شوق نشوف مجموعه صور يلا زين قبل ما نختم حلقتنا الجميله اليوم نشوف هذه الصوره يلا. الحلوه ان شاء الله بالصور الله هاي الصورة طبعا اكثر من 20 سنه مع فنان حسين الجسمي ابو علي هذه كانت يا طويل العمر افتتاح فندق كان بالقاهره وفي ضيافه سمو الامير الوليد بن طلال نعم فكنا هني قبل لا يعني بالطياره ولا ما ادري والله اذكر والله هاي سياره اعتقد سياره اي رايحين بالباص رايحين شو موضوع الصوره؟ ها؟ البوز اللي فيها غريب اي والله انا ما ادري شنو قاعد اسولف معاه قاعد تعطيه محاضره؟ اي والله ما ادري قاعد اسولف لا وساحب عليه قاعد طالع الكاميرا حسين زين هاي الصوره ام فاهم وي هذه براس السنه كان بالكويت غنينا براس السنه كانت اي صح الجاكيت اذكر يعني بغى يحطوا لي سنترال داخله حار الجو بارد شهر واحد بس الجاكيت صوف نار اقسم بالله تقول حاط خروف علي نشوف هذه الصوره الله اوه فلتشة هذه 87 انا وولد فريجنا عماد المجادي يا حلو الايام هذه انت قاعد ترد لنا ما في لا مسؤوليه ولا شيء ولا محاتات ولا شغلك ولا اخر صوره من الانستغرام خذيتها طبعا هاي الصور كلها خذيتها من الانستغرام هذه الصورة. الله وزنك يعني وما ادري انت كم وزنك هني اي قاعد تضحك الله هذه ام الوالده الله يرحمها الله يرحمها غمد روح لينا قال توخر بعد كان ازيد انا كان تموت الضحك هنا كنت شقي وانت وايد وايد شيطان انا وايد يعني شيطانتي عندي شيطانه حيل يعني انا اقول لك شيطانه اللي انا ابي اصير مشهور راح اصير مشهور كان قبل مر انا اقعد بالبيت اكون انا توني طالع مثلا كان عندي سياره في سياره ماخذها من اخوي هو معطيني اياها كشف هي والشعر والقدله حيل وكذا فيطوف باص مال بنات مدرسة بنات أنا على طول وحافظ الساعة فأطلع يعني إنه يعني تحب الشو أحب الشو شذي فتخيل أول مرة يطوف الباص عادي شافه وشي لا والله ثاني مرة قام يقطون ورد هني عرفت إنك مستقبل عرفت إن أنا خلاص شوف ماكو أحد ما عنده ذكريات قبل هذا أصلاً لو تقول الله هذا شيء طبيعي إيه مو خصدة مثلاً والله على سالفة مثلاً الباص المدرسة ولا لا الذكريات كنا شلون ماكو مسؤولية إبراهيم أشوفكم أنت محاتي فترة اللي ما في مسؤولية لا شوف خصدي مشتاق لفترة اللي ما في مسؤولية لا مو عشان شيء لا بالعكس هو شوف الشيء هي حلوة ترى بالعكس هو مو غلط شوف مو قصدي أنا شيء ثاني بالعكس مو غلط لا لازم واحد يعني يلتفت حق نفسه أكيد يعني مرات يعني يشيل شوي يعني المحاتات تعور حتى بالنوم لا بغى تنام آخر سؤال قول متى أول مرة تقول هذه آخر مرة أنا أسوي هذا الشيء على ولدي والله ها يطلب طلبات اخر مره راح شوف اخر مره بس يومين دق شفت المره اللي فاتت انا هذه المره اخر مره وما شاء الله طلباته مو طبيعيه فواز ولدي زين يطلع انا مسميه فواز طلبات والله العظيم يطلب طلبات كل يوم وشنو ان هذه اللي
زين يبا كيفك اذا ما تبي تعطيني كيفك يبا يعني خلاص بين يلا بس خلاص يلا دز اللينك يلا دز اللينك بعد ولا يطلب اي 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 بس هذا ذابحني ها كله اخر مره واسويها له مع انه ما يعني ما احب اسوي له الشغله هذه او عوده عليها بس يعرف الرقم السري يعرف كيف يدور يعرف نورتني في الاستوديو يطول لي عمره انا جدا مو بس انا سعيد انا سعيد ومتشرف بهذا اللقاء يا عمري انا وايد وايد والله شوف ما حسيت اول شيء باللقاء وبين اخواني وبين عائله يعني ما شاء الله عليكم وعسى الله يحفظكم انا اللي اسعدت اني اكون معاك يا ابراهيم وقاعد احاتيك ابراهيم اول شيء قاعد يقول لي يكون قاعد اقول لي يكون المذيع دعله وثقيل طينه اي والله لا طلعت عسل على القلب وخفيف على القلب وسمح وما شاء الله تبارك الرحمن عدت الحلقه وانا اشكركم كلكم انتم لان طلعت انا بالصوره الحلوه هذه فضلكم انتم انت جميل فالجمال هذا يطول عمرك عسى الله يحفظكم يا رب شكرا لك ومشاهدينا اتمنى استمتعتوا بحلقه اليوم تابعونا ان شاء الله في الحلقه الجايه من اول مره الى اللقاء